قنابل تي ان تي يا شباب بتفجر المكان. السلام عليكم شباب، ورجعت لكم بحلقة جديدة. واليوم يا شباب راح نتعرف على شخصية سرنجن اللي موجودة في جارتن اوف بامبان، او اللي ممكن تطلع في الشابترات الجاية. طبعا في المقطع اللي طاف شفناه وهو شرير، اليوم بنشوفه وهو صديق. فاللي ما شاف المقطع الاول يشوفه بعد ما ينهي هذه الحلقة. وقبل لا نشوفه طبعا شباب راح نشوف معاكم اعلان فان ميد، فلا تنسى الان تتأكد انكم فعل جرس التنبيهات وتدعس لايك في هذا المقطع. Let's go. هلونا نشوف الاعلان هذا يا شباب، اعلان فان ميد. ها هذه ها ميت. لا ايه لحظة، اوكي يا هو دقيقة نبي نشوف. اوكي ملكة ميتة، واو معلقين بامبان. ومن هو ذاك؟ كلهم معلقين، مكان غريب مرتفع. واو جيش بامبولينة ودرون واجد بعد، استنساخ. أو سولفيس. هاي هذا الجراح، هذا الجراح يا شباب يسوي استنساخ للشخصيات. واو وين هذه الشخصية؟ وين سريعة؟ والشرطة معاها؟ اوكي وال تحطموا. يقول ما نراكم اياك البوت مره ثانيه. خلينا نشوف المخرج. والله الصوت من اقوى الاصوات اللي شفتها في حياتي، يضحك. Let's find the exit. What kind of place is it? وش هذا المكان؟ Someone kidnapped and locked all these kids here. اوه شخص. Let's find a way to free them. شخص خطف هذول الشخصيات. خلينا نشوف طريقة لإنقاذهم. يقول ول كم واحد، كم كوتش بيكلز، والكوتش بيكلز واجد استنساخ فيه. 24661 سريع 24 كل شيء واضح قدامك. 6 6 1 أخضر. أوكي فتح الباب. واو ول اختفوا كلهم. تلهم كلهم. By the way, thanks for freeing me. Now it's time to get even. شكرا لأنك حررتني. No one will help you now. ما أحب أساعدك الآن. الملكة. الملكة تقول no one will can help you. أوه هذا مكان الملكة. أنا حسابي هي توحشت الحين. Where are you? أين أنا؟ Oh my god. I live here. انا اعيش هنا. وين؟ قنابل تي ان تي يا شباب بتفجر المكان. Your reign is over. No. وال الشرطي. What the? No. انفجرت ومات الداخل. الرجال قادر يهرب. اوكي. كل شيء سريع يصير شباب، احسن من ما في هذه المقاطع انها كل شيء سريع. اوكي ميته
البراميل طايحة. هلا وش الخطة؟ وين الشرطي؟ اوكي في باب ادوها السرنجن. لا هل تسمح ان اخذها؟ يقول هو اللي راح يعالجها. جامبو جاش نو واي نو واي. ادوها السرنجن المشن. اوكي في مهمة يسويها. تجمع اشياء اكيد. والله المكان حلو. بان بان برتقالي. ايوه ايوه هذه القطع حق السرنجن كانه. اوه قطع بان بان. واو هو اللي بيحط. صحيح شباب اتوقع السرنجن هذا راح يعالج. ممكن راح يرجع الملكة من جديد بحكم انها ماتت لانه جراح. راس على وش تركيبة هي. باقي من جنبو جاش. من هو اللي مات بعد؟ احنا عندنا هذا الشرطي الشيف او الشريف. بس ثلاث قطع للشريف والسلام عليكم. جستر يقول له جستر الحين يلا واحد واحد يحط. الله يستر ان شاء الله ما يطلعوا كلهم الحين. واو اوكي يقول لا احسنت شغلك كان ممتاز. خلونا نشوف اللي بعده. السرنجن يعني نقدر نقول انه صديق. والله العظيم شباب ان هاجي باقي هذا عنده مشكله واحده بس ان الاكسنت حقه سيء. ما يفهم ليه. والله ما افهم. اللي قبله الفان ميد واضح الصوت وينفهم اقدر اقراه. ذا ما ابدا ولا حاجه. لان هذا شباب المصمم روسي ويحاول قد ما يقدر انه يتكلم انجليزي. فلك عليها لغته. بس يلا ماشي ماشي. هذا هو السرنجن شباب. بس هذا شباب صاير شكله اوضح واجمل من المقطع اللي طاف. الاحداث كانت المقطع اللي طاف الاحداث وكل شيء كان عدل. يعني اللي ما شاهده يروح يشوفه. خلونا نكمل الان. الحين هو صاد القط الديناصوري هذا ويبدو انه بيعالجه بيرجع على الحياه. برينج but I will fix him. ولكن سوف اصلحه. احضر لي ما ادري ويش كده. القط كلمه كلمتين بس. القط اوكي. وين سوى له شق؟ I need a brace. I need a what؟ مقص يمكن. زراديه. اعطيه الزراديه. اوكي ركب. اوكي شوف الآلة الجارحة. آلة التجريح شكلها. هذه اوكي. اعطيه شباب السرنجن هذا صاير صديق. ما فهمت عليه معلش. ما ادري ايش يقول شباب. انا كنت اتبعك. سحب عليه يقول له هي طلعني من هنا يمكن نقدر نهرب. شباب قبل لا ننهي المقطع لايك اشتراك فعل جرس التنبيهات واكتب تعليق وانشر المقطع لاصحابك. خلونا نكمل. قعد. No. What have you done? لا ماذا فعلت؟ انا غلطت شباب باني اعطيه المحلول المناسب.